السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. لم تخب ظنوننا سوى بمن علمناهم الحب. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تتابعوا أفضل الأفلام الكورية والأسيوية على قناتنا الجديدة اتش دي فيلم بلس، هتلاقوا رابط القناة في الوصف أو على الشاشة. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع لوسي، طالبة جامعية ومعها أماندا ونادين صاحباتها، وبتعيط لوسي وبتحكي لهم عن حبيبها اللي سابها، وبتوريهم الهدايا التذكارية اللي احتفظت بيها عشان ما تنساهوش. فبتقول لها أماندا إنها لازم تتخلص من الأغراض دي لأن ملهاش قيمة، لكن لوسي بترفض. وبعدها بتقول نادين إنهم لازم يخرجوا عشان لوسي تغير جو وتنسى اللي حصل لها. وبتعدي السنين وبتكبر لوسي ولسه محتفظة بنفس أصحابها، وكمان محتفظة بنفس عادة جمع الهدايا التذكارية من كل شخص بتنفصل عنه. وفي الوقت ده بتكون لوسي مرتبطة بماكس، وفي يوم بتقابل لوسي نادين وأماندا وبتقول لهم إنها هتشوف ماكس النهاردة في الشغل لأنهم بيشتغلوا في نفس المكان وبتمشي. بتتراهن أماندا ونادين على إن لوسي هتنفصل عن ماكس. وبعد 12 ساعة بتخرج لوسي من الشغل وهي معيطة وبتركب أوبر، ولما بتركب بيتفاجئ نيك صاحب العربية بلوسي وبيطلب منها تنزل، لكن لوسي ما بتكونش مركزة معاه وبتقوله يوصلها بيتها بسرعة وما بيتناقش معاها لأن ده أسوأ يوم في حياتها. وفعلا بيوصلها نيك، وفي الطريق بتحكي له لوسي إن ده أسوأ يوم عدى عليها في حياتها لأنها انفصلت عن ماكس. وبتقول إن ماكس فنان بيعمل معرضه في نفس المكان اللي لوسي بتشتغل فيه، وبتقول إنها كانت بتساعده في تجهيز معرضه، وفي يوم المعرض شافته مع واحدة اسمها إيميليا وعرفت إنه ارتبط بيها. وفي الوقت ده قررت لوسي إنها تتكلم في الميكروفون قدام كل الناس عن الخيانة وهي بتقصد ماكس، وفضلت تتكلم وهي بتعيط. وبعدها سابت المعرض وخرجت، فخرج ماكس وراها وحاول يفهمها الموقف وقال لها إن إيفا قررت ترفدها من المعرض بسبب التصرف اللي هي عملته. فبتزعل لوسي أكتر وبتسيبه وبتمشي، وبتحكي لنيك إنها احتفظت بكرافتة ماكس عشان تفتكروا بيها. وبيوصل نيك عند بيت لوسي، وهنا بتكتشف لوسي إن نيك مش كابتن أوبر، فبتخاف وبتتهمه إنه خاطفها، لكن نيك بيضحك وبيقول لها إنها قدام بيتها دلوقتي. فبتستغرب لوسي وبتشكره وبتنزل. وبتدخل البيت وبتلاقي نادين وأماندا مستنيينها وبتقول لهم إنها انفصلت عن ماكس، فبيحاولوا يهدوها. وتاني يوم بتقرر أماندا إن لوسي لازم تتخلص من كل الهدايا التذكارية اللي عندها عشان تقدر تتخطى الماضي اللي عدت بيه. وبتدخل أوضة لوسي ومعها نادين، وبتقول لوسي إنهم قرروا إنها لازم ترجع كل الهدايا التذكارية لأصحابها، لكن لوسي بترفض. فبتضغط أماندا عليها لحد ما بتوافق. وبتقابل لوسي واحد من الأشخاص اللي ارتبطت بيهم وبتديله هدايا وبتمشي. وفي الطريق بتقابل ماكس ومعاه إيميليا في الشارع وهم داخلين مطعم، فبتقرر لوسي إنها تدخل المطعم وتتكلم مع ماكس وبتديله كل الحاجات بتاعته اللي هي محتفظة بيهم. وبتدخل لوسي المطعم وبتحاول تتكلم مع ماكس، لكن الويتر اللي في المطعم بتمنعها وبتقول لها إنها مش هينفع تدخل لأنها شايلة كيس نفايات معاها. فبتقول لها لوسي إنها هتتكلم مع ماكس وهتمشي على طول، لكن الويتر بتلاحظ إن ماكس بيتجاهل وجود لوسي برغم إنه شافها. فبتحاول لوسي تدخل بالقوة، وفي الوقت ده بيتدخل نيك اللي كان موجود في المطعم صدفة وبياخد لوسي وبيخرج قبل ما تعمل مشكلة، لكن لوسي بتوبخه على اللي عمله وبتقول إنها كان لازم تتكلم مع ماكس. فبيقول لها نيك إنها المفروض تشكره على اللي عمله معاها مش توبخه، وبيسيبها وبيمشي. فبتفضل لوسي تنادي عليه لكنه مش بيرد، وفجأة بتظهر واحدة بتفتكر إن نيك بيضرب لوسي فبتتهجم على نيك وبتضربه. وبتحاول لوسي إنها تصالح نيك وبتمشي معاه لحد ما بيوصلوا بيت قديم، ولما بيدخلوا بيحكي لها نيك إن ده كان بيت قديم وهو اشتراه عشان يحوله الفندق وسماه فندق كلوي، وبيقول إن حلمه إن المكان ده يبقى فندق مختلف يشبه الفنادق القديمة الموجودة في نيويورك، لكنه صرف كل فلوسه في توضيب المكان لكنه ما قدرش يكمله. وبعدها بتحكي له لوسي عن هوايتها في تجميع الهدايا التذكارية من كل شخص تنفصل عنه، فبيقول لها نيك إن ده جنون، وبيسألها إن كانت بتعمل كده عشان خايفة إنها تنسى الأشخاص اللي ارتبطت بيهم، لكن لوسي ما بتردش عليه. فبيطلب منها نيك تديله الكرافتة بتاعت ماكس اللي معاها وبياخدها وبيعلقها على الحيطة، ولما بتشوف لوسي ده بيعجبها جدا وبتطلب من نيك قلم وبتكتب على الحيطة معرض القلوب المكسورة، وبتقول إن ده ممكن يبقى معرض الناس تحط فيه كل الهدايا التذكارية اللي احتفظوا بيها من علاقاتهم السابقة. وبترجع لوسي بيتها، وتاني يوم بتتفاجئ بنيك بيزورها وبيطلب منها تيجي معاه، وبياخدها الفندق بتاعه وبيوريها إن في حد ساب هدية تذكارية وهي عبارة عن خريطة جنب الكرافتة اللي سابتها لوسي. فبتفرح لوسي لأن في ناس بتعمل زيها، وبتقول إنها ممكن تعمل معرض تجمع فيه كل الحاجات دي من الناس عشان تساعدهم يتخطوا العلاقات اللي مروا بيها.
وبتسأل نيك عن الشخص اللي ساب الخريطة دي هنا، فبيقول لها إنه ما يعرفش مين اللي سابها. وهنا بيوصل ماركوس صديق نيك وبيعرفه نيك على لوسي، وبتقول لوسي إنها عايزة تعمل المعرض بتاعها في فندق نيك في مقابل إنها تساعده في توضيب الفندق، لكن نيك بيرفض وبيقول إنه مستحيل يعمل كده وبيمشي. فبتصور لوسي الحيطة اللي محطوط عليها الهدايا التذكارية وبتنزل الصورة على السوشيال ميديا. وتاني يوم بتكون لوسي في بيتها ومعها أماندا ونادين، وبتقول أماندا لوسي إنها محتاجة حب في حياتها وبتسألها عن رأيها في نيك، فبتقول لها لوسي إنها مش ممكن تدخل في علاقة مع حد بيشتغل معاها لأن ده آخر مرة انتهى بكارثة. وبعدها بتروح لوسي معرض نيك وبتلاقي ماركوس هناك، وبعد شوية بتيجي واحدة وبتسأل على لوسي وبتديها آخر حاجة بتفكرها بحبيبها اللي انفصلت عنه. ومن بعدها بتفضل تستقبل لوسي كل الهدايا التذكارية اللي بتجيلها من ناس كتير جداً، وبتبدأ تجهز لمعرضها. وتاني يوم بيكون نيك ولوسي بيتمشوا في الشارع، وبيقول نيك إنه مصمم الديكور اللي كان بيشتغل معاه ساب الشغل لأن نيك ما كانش معاه فلوس عشان يدفع له، فبتقول له لوسي إنها تقدر تساعده في اختيار ديكور الفندق. وفعلاً بيبدأوا يختاروا الديكور، وفي الطريق بتطلب لوسي من نيك يكلمها عن نفسه، فبيقول لها إنه كان متعود يسافر كتير مع عائلته وهو صغير، وبيقول إنه دلوقتي عايش لوحده وبيقضي أجازته الأسبوعية في بيت جدته اللي ساعدته بالفلوس اللي سابتها له بعد ما ماتت في إنه يشتري البيت اللي بيعمل فيه الفندق دلوقتي. فبتستنتج لوسي إن كلوي ده اسم جدة نيك، لكن قبل ما نيك يرد عليها بتقوم لوسي بسرعة لما بتشوف عربية الآيس كريم. وبعدها بيرجعوا بيت لوسي، وهناك بيسألها نيك عن حياتها، فبتقوله إنها كانت عايشة مع مامتها اللي كانت بتحب الفن جداً وبتزور كل المعارض، وبتقول إنها اتعلمت من مامتها إن كل عمل فني لازم يكون بيحكي عن قصة أو عن مكان، وبتقول إنها سابت البلدة اللي كانت عايشة فيها مع مامتها وجت تعيش في نيويورك لأنها شايفة إنها أكتر مدينة فيها فن في أمريكا. وتاني يوم بتكون لوسي مع نيك في مكتبه، وهناك بتشوف ماكس وهو بيشتري كتاب، فبتحاول إنها تستخبى عشان ماكس ما يشوفهاش. وفجأة بتلاقي صاحبة المكتبة بتنادي على ماكس وبتقوله إن نسي علبة سماعته، لكن ماكس مش بيسمعها، فبتاخد منها لوسي العلبة وبتجري ورا ماكس عشان تديها له لحد ما بتوصل كافيه. وهناك بتلاقي ماكس قاعد مع إيميليا وبيشوف ماكس لوسي، فبينادي عليها وبيسألها عن أخبارها. وفجأة بيوصل نيك وبيقول إنه مساعد لوسي في معرضها الجديد، وبيقول إنه معرض لوسي هيعمل ضجة كبيرة وكل الناس في نيويورك هتسمع عنه، فبيقول ماكس إنه متشوق يزور المعرض. وبيقول نيك إنهم لازم يمشوا دلوقتي لأن عندهم اجتماع مهم. وفي الطريق بتسأل لوسي نيك عن السبب اللي خلى ماكس قدر يتخطاها في الوقت اللي هي مش قادرة تعمل كده، فبيقول لها نيك إن ماكس ما تخطاهاش وإنه لسه بيحبها وده بان من كلامه معاها. وتاني يوم بيكون عيد ميلاد أماندا، وهناك بتقول لوسي لنيك إن مجلة نيويورك اتكلمت عن المعرض بتاعها، فبيبارك لها نيك. وبعدها بيغني مع لوسي وبيقضوا وقت ممتع مع بعض. وبيخلص عيد الميلاد وبتكون لوسي في طريقها للبيت مع أماندا ونادين، وأول ما بيوصلوا بيتفاجئوا بماكس مستني لوسي قدام البيت وبيطلب منها يتكلم معاها، لكن أماندا ونادين بيوبخوه على الطريقة اللي انفصل بيها عن لوسي، لكن لوسي بتقول لهم كفاية كلام وبتطلب منها يسيبوها مع ماكس لوحدهم. وهنا بيقول ماكس لوسي إنه لسه بيحبها ومش عارف يبطل تفكير فيها من وقت ما شاف خبر معرضها في مجلة نيويورك، فبتسأله لوسي عن إيميليا فبيقول لها إنه انفصل عنها. وهنا بيوصل نيك وبيشوف لوسي واقفة مع ماكس، فبيديها تورتة عيد ميلاد أماندا وبيبان عليه إنه زعل وبيمشي. وتاني يوم بتروح لوسي الفندق لنيك وبتلاقيه بيقول لها إن القرض اللي كان مقدم عليه عشان يكمل شغله في الفندق اترفض، وبيقول إن ده معناه إنه مش هيفتتح الفندق، فبتقوله لوسي إن دي محنة وهتعدي، لكن نيك بيقول لها إن دي النهاية وبيطلب من لوسي تاخد حاجتها وتمشي من الفندق، فبتقوله لوسي إنها مش ممكن تستسلم وبتقوله إن هو كمان مش لازم يستسلم، وبتمشي وهي زعلانة جدا. وتاني يوم بتقابل ماكس وبتحكي له اللي حصل، فبيقول لها إنها ممكن تاخد جزء من معرض إيفا وتعمل معرضها هناك، لكن لوسي بتقوله إن إيفا مستحيل تقبل بده، فبيقول لها ماكس إنها ممكن تقبل لو هو وصاها على لوسي. بيروحوا لإيفا فعلاً وبيتكلموا معاها، وبيقدر ماكس إنه يقنعها تعمل معرض لوسي عندها. وبعد ما بيخرجوا من عند إيفا بيقول ماكس لوسي إنهم لازم يحتفلوا بالإنجاز ده، لكن بيبان على لوسي إنها مش مبسوطة. وتاني يوم بتروح لوسي لماكس وبتسأله عن إيميليا وبتطلب منه يجاوبها بصدق، فبيقول لها إنه كان عايز يتجوز إيميليا لكنها قررت إنها ترجع باريس، فبتقول له لوسي إن ما عندهاش استعداد تكون الشخص البديل في حياته وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتكون لوسي في معرض إيفا وبتتفاجئ بنيك بيعتذر لها وبيقولها إن في شخص قبل إنه يديله القرض، فبتفرح لوسي جدا وبتقوله إنها قررت إنها تعمل معرضها عنده في الفندق، وبيبدأوا يجهزوا الفندق فعلا وبيجهزوا معرض لوسي. وفي يوم بتقول لوسي لنيك إنها عايزة تاخده معاها مشوار مهم، وبيروحوا دار مسنين
وهناك بيقابل نيك شيريل وبيعرف إنها مامة لوسي وإنها مصابة بالزهايمر، وبتعرفوا لوسي على مامتها وبيبان إن شيريل حبت نيك جداً. وبعدها بيرجعوا الفندق وهناك بيوريها مكان سري هو عامله في الفندق لنفسه، وبيشربوا سوا وهناك بتتقرب لوسي من نيك وبيقضوا الليلة مع بعض. وتاني يوم بيتصل نيك بلوسي وبيقول لها إنه هيستناها في محل النيون وبيقول إنه محضر لها مفاجأة، لكن لما بتروح لوسي هناك مش بتلاقيه، فبتروح له الفندق وبتتفاجئ إن معاه واحدة هناك، وبتسلم البنت دي على لوسي وبتقول لها إن اسمها كلوي، فبتعرف لوسي إن دي البنت اللي نيك مسمي الفندق باسمها وبتتضايق جدا وبتمشي. وبيخرج نيك وراها وبيحاول يفهمها الموقف، لكن لوسي بتقول له إنه خدعها وكذب عليها وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيزور نيك لوسي في بيتها وبيقول لها إن اللي حصل بينهم مش لازم يأثر على معرضها، وبيعتذر لها وبيمشي. وبتقرر لوسي إنها تتخلص من كل الهدايا التذكارية اللي عندها وكمان هتكمل معرضها وكأن مفيش حاجة حصلت. وفي الوقت ده بيكون نيك مع كارلوس وبيعرف منه إن لوسي هي اللي أقنعت إيفا إنها تديله القرض وهي اللي ساعدته إنه يكمل مشروعه. وبيجي يوم المعرض وبتقول لوسي خطاب قدام كل الموجودين وبتقول إن معرضها ما فيهوش لوحات بملايين وكل اللي فيه عبارة عن مجموعة من الخردة، إنما الخردة دي بتحكي قصص كاملة لحياة ناس، وبتقول إنها كانت بتحتفظ بالهدايا التذكارية بعد انفصالها لأنها كانت خايفة إنها تنسى كل ذكرياتها زي ما مامتها نسيت. وفجأة بيوصل نيك وبيعتذر للوسي وبيقول لها إنه كان مرتبط بكلوي لكنها سابته وارتبطت بمديره، ومن وقتها وهو معرفش يحب حد تاني إلا لما شاف لوسي. وبيقول إنه هو اللي حط الخريطة جنب كرافتة لوسي عشان يشوفها تاني، وبيقول قدام كل الموجودين إنه بيحب لوسي. فبتروح له لوسي وبتقول له إنه كلامه ما أثرش فيها، فبيوريها نيك لوحة مكتوب عليها فندق القلب المكسور وبيقول لها إنه غير اسم الفندق من أول ما حبها. وهنا بتقرب منه لوسي بشكل رومانسي جداً وبتقول له إن هي كمان بتحبه وبيعيشوا حياة سعيدة مع بعض. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تتابعوا أفضل الأفلام الكورية والأسيوية على قناتنا الجديدة HD Film Plus، هتلاقوا رابط القناة في الوصف أو على الشاشة. لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD Film.